السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جابوا عنوان بن شيخة سنواجه الرجاء أحد أفضل الأندية الإفريقية. وأكد عبد الحق بن شيخة مدرب فريق الدفاع الحسيني الجديدي أن فريقه غيواجه الرجاء الرياضي اللي كيتعتبر حاليا أحد أفضل الأندية الإفريقية. وضاف بن شيخة في تصريح لأحد الإذاعات المغربية أن مواجهة الدفاع للرجاء كتكون دائما كلاسيكية وكيحضر لها بشكل جيد من الناحية الفردية والجماعية. ووضح بن شيخة أنه استطاع في 2 مباريات تحقيق معجزة عليه في 5 مباريات، وهو ما كيعطي كرة القدم طابع التشويق وكيخول الأندية اللي كتعاني أنها تحقق نتائج جيدة. يشار أن قيمة الرجاء الرياضي والدفاع الحسيني الجديدي برسم جولة الثامنة من البطولة الوطنية غتجرى غدا الأحد بداية من الساعة 7:30 مساء. هذا حكم لقاء الرجاء والدفاع الحسيني الجديدي، ومنتظر باش تشهد قيمة الرجاء الرياضي والدفاع الحسيني الجديدي قيادة الحكم سامي الكزاز لأطوار اللقاء. وغيتواجد بجانب الحكم المذكور كل من هشام أي تعبو كمساعد أول وهشام مامي كمساعد ثاني والذكي رداد كحكم رابع، بينما تعطات مهمة تقنية الفيديو للمخضرم رضوان جيد. الإصابة تبعد لاعبا جديدا عن الرجاء أمام الدفاع الحسيني الجديدي، وغيفتقد فريق الرجاء الرياضي لخدمات لاعب خط وسط ميدانه عمر الأرجون في مباراة مقبلة ضد مضيفه الدفاع الحسيني الجديدي غد الأحد بعد إصابته خلال الحصة التدريبية الأخيرة اللي جرى رفقة زميله عمر بوطيب أول أمس الخميس استعدادا للمواجهة المذكورة. وكشف مصدر خاص أن الفحوصات الطبية اللي خدها عليها عمر الأرجون كدت إصابته على مستوى عضلة الفخذ، ما كيفرض إراحته لعدة أيام قبل عودته مجددا للملاعب الرياضية. وشدت المصادر نفسها أن الطاقم الطبي لفريق الرجاء منح اللاعب المذكور 3 أيام راحة قبل العودة لإجراء فحوصات جديدة من أجل الحسم في طبيعة إصابته بشكل مدقق والبرنامج العلاجي والتدريبي اللي يخضع عليه خلال الفترة المقبلة. استدعاء نغوما ومالونغو لتعزيز منتخب الكونغو. وجه كريستيان سانغي مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية دعوة للاعبي الرجاء الرياضي بين مالونغو نغيتو وفابريس نغوما لانضمام منتخب بلادهم في مباراتين مقبلتين ضد الغابون وغامبيا في مارس المقبل برسم الجولتين 5 و6 من تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم اللي غتستضفها الكاميرون في يناير وفبراير 2022. واضطر كريستيان سانغي لوضع لائحته للمنتخب الكونغولي تحسبا لاعتذار لاعبي المحترفين بحكم قيود السفر اللي كتفرضهم العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية، وذلك في محاولة منه لتفادي المشاكل اللي رافقت معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي واللي شهد غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين بحكم الصعوبات اللي واجهتهم في الوصول لمدينة الرباط. هادو كان بين مالونغو ونغوما شاركوا في المباريات الأخيرة للمنتخب بلادهم في المغرب، وتصاب نغوما في أحد المباريات بالرباط، الأمر اللي فرض عليه الغياب لفترة طويلة على تدريب الفريق الأخضر. الرجاء الرياضي يحقق رقما جديدا في بيع بطائق اشتراكي. وفي تفاصيل الخبر بلغ عدد بطائق الاشتراك اللي تم بيعها لغاية يوم امس الجمعة بعد ما طرحتها ادارة فريق الرجاء الرياضي ازيد من 3000 بطاقة، واستنادا الارقام اللي نشرتها ادارة الفريق الاخضر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فعدد البطاقات اللي تم بيعها تجاوز عتبة 3000 بطاقة لحد الساعة، ما كيأكد تزايد الاقبال من طرف الجماهير الرجاوية. وكانت إدارة الفريق الأخضر وضعت خدمة التوصيل والأداء عبر بعض الوكالات البنكية بهدف تشجيع المحبين على اقتناء أكبر عدد ممكن من البطائق وذلك لتوفير السيولة المالية. شركة ألمانية تقدم عرضا مغريا للتعاقد مع الرجاء، وباتت إدارة فريق الرجاء الرياضي على وشك التوقيع على عقد رعاية جديد غير بط الفريق الأخضر بشركة منتجات رياضية ألمانية خلال الأيام قليلة المقبلة. وكشف مصدر خاص أن أحد وكلاء الرياضيين نقل إدارة فريق الرجاء بشكل رسمي عرض من شركة ألمانية كبرى كيقدم بمد الفريق الأخضر بملابس رياضية كتخص الفريق الأول والطاقم التقني اللي كيقودو جمال السلامي. ووضح المصدر نفسه أن العرض المذكور غيتيح لفريق أمام الرجاء التوصل بملابس رياضية أيضا، فيما غتستافد مدرسة الفريق الأخضر من تخفيض كيوصل 50% عند اقتناء الملتزمات روادها. وضاف المصدر نفسه أن عقد الرعاية اللي كتقترحه الشركة الألمانية المذكورة كيمتد ل4 سنوات غتعاون فيه الشركة الشهيرة مع بطل المغرب بحيث كتأمل في استغلال شهرة الفريق الأخضر واستغلال جماهيره الكبيرة. حارس الرجاء يعبر عن امتعاضه من إدارة الفريق لهذا السبب، وأكدت بعض التقارير الصحفية أن الحارس الثاني لفريق الرجاء الرياضي محمد بوعميرة غادر من مجلس إدارة الفريق وذلك بعد مشكلة جواز السفر اللي حرمه من مشاركة زملائه لفرحة التأهل لدور المجموعات كأس الكاف. وتابعت التقارير نفسها أن بوعميرة استغرب ضياع جواز سفره مع العلم أن الموضوع كيبقى راه تصرف مكتب مديري منذ 4 سنوات. وفي نفس السياق أبدى بوعميرة انزعاجه كذلك من غيابه على القائمة المستدعات واللي خاضت مباراة اتحاد طنجة الخميس الماضي لحساب مؤجل الدورة السابعة من البطولة الوطنية. جدير بالذكر أن بوعميرة كان ضم الفريق الرجاء خلال الميركاتو الشتوي الموسم 2016-2017 قادما من شباب الريف الحسيمي، وتوج مع الرجاء بكأس العرش كأس الكاف والسوبر الإفريقي ثم البطولة الوطنية الموسم الماضي.
الرجاء الرياضي يتعاقد مع مستشير جديد. وقع فريق الرجاء الرياضي عقد إشارة مع شركة جديدة كتنشط في مجال التواصل والاتصال، غيستافد بموجبه الفريق الأخضر من مبلغ مالي جديد. وكتواصل إدارة فريق الرجاء الرياضي سياسة بحث على مستشارين جدد من أجل توفير سيولة مالية تواجه بها الأزمة اللي كيعاني منها الفريق منذ عهد الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة. ونجح المكتب المسير الحالي منذ توليه مسؤولية تسيير الفريق على عهد الرئيس السابق في التعاقد مع عدد من المستشارين الجدد بمبالغ مالية متفاوتة ساهمت في الرفع من ميزانية الفريق. ويكتفي فريق الرجاء الرياضي بوضع العلامة التجارية للمستشار الجديد في الصفحة الرسمية للفريق وباقي صفحات التواصل الاجتماعي الأخرى. اجتماع خاص بين منخرطين ووكيلي لاعبي الرجاء لوضع حد للصراعات. وعقدوا منخرطين من فريق الرجاء الرياضي اجتماع مع الوكيلين اللي كيتوفروا لعدة عقود مع لاعبي الرجاء لفهم طبيعة علاقتهم بالفريق الأول ظل الأخبار اللي كتدور في كواليس البيت الرجاوي حول صراعهم، خاصة أن أحدهم كيتعتبر وكيل جمال السلامي مدرب الفريق الأخضر. ووضحت مصادر خاصة أن المنخرطين عقدوا اجتماعين منفصلين مع وكيلين اللاعبين لفهم علاقتهم بالفريق الأول وبالطاقم التقني للفريق وأسباب الخلاف بينهم. وطرح المنخرطين عدة أسئلة على وكيل جمال السلامي في جلسة دامت أكثر من 4 ساعات. كما عقدوا اجتماع آخر مع وكيل لاعبين باريس في الرجاء واللي دخل منذ الموسم الماضي في خلاف عن مكتب مسير الفريق وكان سبب في رحيل 3 لاعبين في الموسم الحالي هما يوسف بكاري جبرون إلى جانب زكريا الدريوش. ورجحت المصادر نفسها أنه يكونوا المنخرطين عقدوا اجتماع ثالث مع جمال السلامي للحديث معه على وضعية الفريق وما كيروج حول وكيل أعماله من أخبار في الكواليس. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال باه في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.